هلاك نخل بيسان في فلسطين، وحضرتك ذكرت ان اول حاجه هلاك نخل بيسان او ان نخل بيسان ما يطرحش. وقد كان لما تتبعنا ورحنا وسالنا وجبنا الجماعه الفلسطينيين وبتاع، عايزين يا اولاد نخل بيسان ناكل من بلح بيسان. فقالوا لنا بيسان دي ايه؟ وانا عندي مجلد عن بيسان الجديده، وزي ما بقول لك زي نيويورك مكتوب بالانجليزي وبتاع مش عارف ايه، لقيته في امريكا بيسان، نيو بيسان، نيو بيسان. فجبته قلت مستند اهو انه بيسان الجديده اهي، طب فين القديمه يا اولاد سالنا عنها؟ انا ما فيش، دي بقت خرابات وكذا الى اخره. طب فين النخل بتاعها؟ فيش نخل، ما فيش نخل، او النخل اللي موجود ان كانش فيه نخلتين ثلاثه عشرة ما بيطرحوش. طب دي علامه. الله، طب الواحد يقول ايه بقى ساعتها؟ سبحان مش الله. يقول لا اله الا الله، صحيح طبعا مش يقول. وبعدين يا نخل بيسان ده بدأ من 50 بقى يروح بقى، وما بقاش ما في حاجة اسمها بلح بيسان ولا نخل بيسان.